ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير وتمام الصحة والعافية. الله يجعل رمضان فال خير علينا يا ربي ويدخل علينا بالصحة والسلامة. جيت اليوم بوصفة جديدة، يعني وصفة اقتصادية بسيطة بنينة، يعني كتخرج لنا كمية وفيرة وبطريقة جد جد سهلة وفي متناول الجميع. اليوم غادي نصوبوا القرص هكا من السم بزرارع بنافع حبة حلاوة وزنجلان بطريقة جد جد سهلة. ان شاء الله غادي تجربوها وان شاء الله ردوا عليا في التعليق. الوصفة ديالنا ديال اليوم غادي نحتاجوا لها كمقادير. هنا غادي نحتاج دقيق، تقريبا عندي هنا كيلو وربع، نتوما على حسب قدروا تضاعفوا المقادير. هنا عندي كاس ديال السكر صغير، زنجلان تقريبا خديت هكا، خديت 3 ديال المعالق، وهنا النفع وحبه حلاوه كذلك خديت 3 ديال المعالق من بين النفع وحبه حلاوه مخلطين. وعندي هنا نصف كاس ديال الزيت، وغادي نعجنوا بالماء دافي، كذلك ما نساوش واحد القبصه ديال الملح. وهنا غادي ناخذ واحد البانيو او بلا واحد البول اللي غادي نعجن فيه. انا ممكن تعجنوها كذلك في القصريه، ومن الاحسن تعجنوها هكا في شي انيه هكا غارقه اللي غتخليوه يخمر فيها. كنضيفو كذلك السكر ديالنا. هنا استعملت كيف قلت لكم كاس صغير ديال السكر، نتوما على حسب الحلاوه اللي بغيتو. كنضيفو الزرارع ديالنا، كنضيفو كذلك الخميرة، قبسة ديال هنا للأمانة زرعنا زدت شوية ديال الزرارع، يعني تجي بنينة هكا قد ما نسمتوها بالزرارع قد ما كتجي بنينة. ضفت شوية ديال نافع وحبة حلاوة، كذلك ضفت شوية ديال الزنجلان، وأنا كنحاول نخلط شوية النواشف. وهنا غنضيف البيضه كامله، نبدا نضيف الماء، الماء دافئ، نبدا نضيفه هكا بالتدريج حتى كتجمع لينا العجين ديالنا. يعني كنتمنى ان الفيديو يكون واضح. كنضيفو بالتدريج شويه بشويه، كتبدا تجمع لينا على شكل عجين، وكنبداو نضيفو شويه الدقيق ونجريوها. ومن القوام ديال العجين راه واضح في الفيديو. هنا ما غنحتاجوش ندلكوها، نديرو ليا هاد الخطوه هادي، ها نتوما كتشوفوا كيفاش هي. نبقى كنهز العجين كتدلك لينا العجين، كنحاولوا نديروا ليها هذه الطريقه هذه واحد جوج حتى ثلاثه ديال الدقائق. كيف كتشوفوا هي ديال العجينه ديالنا بدات كتطلق، يعني ما كيبقاوش عندنا دوك الحبيبات ديال الدقيق، كتبقى تبان لنا العجينه يعني رطبه. وحنا كنحاولوا يعني نخدموا مزيان هذيك العجينه حتى كتخدم لنا مزيان. وكنبداو هنا باضافه الزيت، عندي نصف كاس ديال زيت المائدة ولا زيت نباتية، غنبداو نضيفها بالتدريج وانا كندخلها في العجين ديالي. وهذا هو السر ديال النجاح ديال الكرس او اي يعني معجنات، هو ان داك الكاس ديال الزيت ولا نصف كاس ديال الزيت كنخليه حتى للتالي، وكنبداو ندخلوه بشوية بشوية. حاولت نصرع معكم الفيديو بنفس الطريقه حتى كنكملوا العجين ديالنا، يعني الكميه ديال الزيت. وانا دابا الشكل النهائي ديال العجين، شوف كيفاش كيجي، راه كيجي خفيف. غناخذ هكا واحد الغلاقه ولا شي حاجه هكا المهم نغطيو داك الاناء، ونحاولوا نغطيوها هكا بشي منديل ونخليوها باش تخمر. يعني ما كتاخذش معنا بزاف ديال الوقت باش تخمر، زائد ان دابا الجو شويه بدا يسخن، يعني دغيا غادي تخمر معنا. هنا من بعد ما كدوز نخليتها تقريبا ساعه، غادي نجي نبدا نقرص الكريسات ديالي. كما شوفوا العجينه كيفاش كتكون بعد ما كيضاعف الحجم ديالها. نحاولوا نهبطوها شويه ونحاولوا نحيدوا منها يعني الخميره. دهنوا يدينا مزيان بالزيت باش ما تبقاش تلتصق لينا في يدينا، وغادي نهزو بحال ما هكا ونبداو نقرصو بحال شكل مسيمنات.
وحنا كنستعنو بالزيت، نحطهم بحال ما هكا في لاطا مدهونه بالزيت اولا مفرشه بورق ديال الطبخ. وكنكمل بنفس الطريقه، يعني حتى كنكمل العجين ديالي كله. يعني طريقه سهله كيف كتشوفوا، يعني مقادير بسيطه وكاين يعني في كل منزل، وطريقه جد جد سهله. هكا كيجيو مرافقين للطبل ديال الفطور، اولا كذلك تيجيو هكا مع السحور، كيتكالوا في السحور تيجيو غزالين. كذلك ممكن نديرهم هكا ككسكروت الوليدات المدرسه. هنا غادي نغطي عليهم وغادي نخليهم يخمروا، ومن بعد ما كيختمروا هنا تقريبا فات نصف ساعه خليتهم يختمروا. وانا بعد ما خمرت لي العجين ديالي كنحاول هكا نقرصها غير شويه فقط، كنهبط العجين. ممكن هكا تخليهم مقبين، نتوما يعني لكم الاختيار. ان شاء الله في وصفات قادمه غادي نخدم معكم كذلك القرص بالحليب والقرص بالليمون، يعني كذلك القرص بدقيق الفينو ان شاء الله. هنا كنخدموهم هكا بشويه، كنجيبو كذلك واحد الحبه ديال البيض باش غادي ندهنوهم. فهاد الاثناء كنكون مشعل على الفران، يعني الفران كنديرو كيسخن مزيان، يعني قد ما كيسخن الفران ما كياخدش معنا بزاف ديال الوقت وكيطيبو. خديت هنا حبه ديال البيض وغادي نضيف عليها ملعقه صغيره من الخل، هنا الخل العادي، وغادي نخفق هذيك البيضه باش غادي ندهن. هنا ممكن نتوما تستعملوا غير صفار ديال البيض فقط، كيف ما يمكن لكم تستعملوا صفار ديال البيض مع القهوه سريعه الذوبان، يعني كل واحد وكيفاش كيبغي يعني اللون ديال القرص ديالو يجي. الا ضفتوا ملعقه من القهوه سريعه الذوبان يعني كتعطيكم اللون، يعني تيجي داك الاحمر داكن. ندهنوا الحبات هكا، وهنا راه كتعطي واحد الكميه وفيره، تقريبا فيها 18 حبه وكذلك 6 حبات في لاطه ثانيه. هنا كنضيفوا زنجلان فوق البيض ديالنا، وهنا غادي نديهم غادي ندخلهم الفرن. غندير عافيه مهيله بحال يعني الطياب ديال الكيك، كنخليوه نمهلو عليهم يعني باش يطيبوا بشويه عليهم، يعني كيطيبوا حتى من الداخل ما يجيوناش معجنين. تيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكورس ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تكون الوصفه نالت الاعجاب ديالكم. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي، كيجي رطب، كيجي هشيش، يلا جبتها من الفران. كنتمنى يكون الكورس نال الاعجاب ديالكم وفرجه ممتعه، وشكرا على التتبع ديالكم.